بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة الطلبات الصف الثالث الثانوي قسم الرياضيات في حصة جديدة من حصص الديناميكا. برضه هنكمل الوحدة الثانية اللي هي بدأناها بآخر حاجة خدناها اللي هي الحركة على مستوى مائل خشن. درس بعد كده اسمه درس البكرات البسيطة، وده من التطبيقات على قوانين نيوتن، على قانون نيوتن الثاني. هنبتدي نتعرف على البكرات البسيطة وازاي بنتعامل معاها، وايه معنى كلمة بكرة بسيطة. هي بتستخدم طبعا بنقول في تقليل القوة اللازمة لرفع الجسم وتسهيل الحركة، يعني لو عايز اسهل الحركة بستخدم البكرة زي الروافع اللي كنا بنستخدمها زمان في ابتدائي، النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث. لكن هنا هنقول اللي هي البكرة البسيطة اللي قدامي بيمر عليها خيط زي ما احنا شايفين على البكرة، فبيكون في خيط منهم أو جزء منهم شايل زي الصندوق اللي قدامنا ده، والصندوق اللي هنا بيتعرض لتأثير القوة اللي هي زي ما هي موضحة قدامنا لأعلى الشد في الخيط أو في الحبل يعني اللي هو لافف على البكرة، والأسفل اللي هو وزنه بنسميه وزن الصندوق اللي هو كاف في دال. من الناحية التانية في البكرة برضو، لأن هنا الحبل مر على البكرة، وطالما قلنا بكرة خفيفة ملساء يبقى وزنها ملوش أي قيمة عندنا أو بنهمل الوزن يعني، وملساء بمعنى مفيش أي احتكاك هنا موجود عند البكرة، فعشان كده بنقول أن الشد في طرفي الخيط عند البكرة الملساء شد متساوي، يعني شين هنا نفس شين هنا، الشد في الخيط من طرفي البكرة متساوي. طيب نشوف بعد كده برضو، لو شفنا حركة مجموعة مكونة من جسمين يتدليان رأسيا من طرفي الخيط على بكرة ملساء، نبص على الشكل اللي قدامنا كده. قدامي البكرة الملساء في جسم كاف واحد دال مربوط في أحد طرفي الخيط، والخيط يمر على بكرة ملساء من الطرف الآخر متدلي جسم آخر اسمه كاف اتنين دال. اتجاه الحركة هو الاتجاه الأزرق زي ما احنا شايفين قدامنا لفوق، يعني بيتحرك لأعلى، يبقى كاف واحد كاف اتنين ده أو كاف اتنين يعني بيتحرك لأعلى، وكاف واحد بيتحرك لأسفل. دلوقتي احنا عايزين ندرس ايه القوة المؤثرة على كل من الجسمين المتعلقين في الخيط، ونعرف ايه ظروف معادلات الحركة بتاعتنا. فلو قلنا مثلا الجسم ده بيتحرك لفوق والجسم ده بيتحرك لتحت، طبعا قانون نيوتن الثاني بيعتمد على أن القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة بتساوي ك في ج، وهو ده عشان كده احنا سميناه تطبيقات على قانون نيوتن الثاني. الجسم اللي هو ك ده بيتحرك اتجاهه لأسفل وبيتعرض لتأثير قوتين، القوة الأعلى اللي هي قوة الشد في الخيط اللي بيمر على البكرة زي ما احنا قلنا قبل كده، وقوة الأسفل اللي هي وزنه اللي هي كاف واحد داخل. فطالما اتجاهه الأسفل يبقى بنقول إن القوة في اتجاه الحركة اللي هي كاف واحد داخل ناقص القوة عكس اتجاه الحركة اللي هي الشد في الخيط بتساوي كاف ج، ودي تبقى معادلة الحركة بتاعة الجسم الأولاني اللي هو كاف واحد، اللي هي المعادلة الأولانية. طب لو درسنا حركة المعادلة الحركة بتاعة الجسم الثاني هنقول هو بيتحرك لأعلى، فهنا بيأثر لأعلى قوة الشد في الخيط وبيأثر لأسفل قوة الوزن، فنقول هو شين ناقص كاف اتنين دال بتساوي كاف اتنين جيم، اللي هي دي يعني كاف اتنين جيم بتساوي شين ناقص كاف اتنين دال. المعادلتين دول هم معادلتي الحركة للجسمين المتعلقين في خيطين في طرفي خيط يمر على بكرة ملساء صغيرة ملساء مهملة الوزن. طبعا لو أنا جمعت المعادلتين دول نجمع مع بعض المعادلتين فنقول هيختفي مين؟ عندك ش بالسالب وش بالموجب، هيختفي الشد، ويتبقى لك كاف واحد زائد كاف اتنين، وناخد ج عامل مشترك لأن ج دي هي عجلة حركة المجموعة ككل، لأن المجموعة متصلة بخيط، فالمجموعة كلها بتتحرك حركة واحدة بعجلة واحدة. طيب يبقى مجموع الكافين كاف واحد زائد كاف اتنين في ج بتساوي كاف واحد د ناقص كاف اتنين د. طب كاف واحد وكاف د مشترك يبقى كاف واحد ناقص كاف اتنين في د، من هنا أقدر أجيب العجلة. طبعا العجلة هنا هتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين دال على كاف واحد زائد كاف اتنين. تمام،
هنا بيحصل أثناء الحركة، ممكن مثلا إحنا بنتحرك حركة طبيعية مفيش مشكلة، فجيت في لحظة معينة ورحت قاطع الخيط ده. إذا قطعت الخيط دوت، يا ترى إيه وصف الحركة للجسمين بعد كده؟ بنقول هنا إن الجسم اللي هو نازل لأسفل ده بيظل متحركا في نفس اتجاهه، لأن هو اتجاهه أصلي موجود لأسفل. لما قطعت الخيط بالتالي قوة الشد بتاعته هتتشال، فبالعكس ده هو هينزل بالسرعة اللي وصلوا لها الجسمين عند قطع الخيط، فتعتبر سرعة ابتدائية، وهيبتدي ينزل بالسرعة الابتدائية دي اللي هي اكتسبها قبل قطع الخيط مباشرة، وتتزايد عشان هو مش معرض لأي قوة عكسية، فهيبقى كده قوة الشد بس، الوزن بس هي اللي بتشده لتحت، فينزل تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية الموجبة. لكن لو رحنا للجسم اللي هناك دوت، اللي هو الجسم اللي كان متحرك لأعلى أصلا، الجسم المتحرك لأعلى أصلا لا يمكن يتحرك لأسفل فجأة لما يتقطع الخيط. فطبعا تلقائي أنت لما تقول لحد مثلا قطعت الخيط هنا، يبقى على طول ده اتحرك لتحت، اللي هو الجسم بتاع كف اتنين اتحرك لتحت وده اتحرك لتحت. ده مش طبيعي، لأن هنا في قوانين الحركة الجسم متجه اتجاه لأعلى بسرعة وله سرعة، مستحيل يغير اتجاه حركته إلا إذا وصل للسرعة صفر. فده دليل على إن الجسم ده يظل صاعدا ولو للحظة غير مرئية إلى أن يتوقف وقوفا لحظيا، يبقى هو هيطلع لحد ما يقف سكون، يسكن سكونا لحظيا، ثم يسكن سكونا لحظيا يعني يوصل للسرعة صفر، وبعد كده يبتدي يتغير اتجاهه وينزل، زي ما عرفنا في الوحدة الأولى إن الجسم يغير اتجاهه إذا وصل للسرعة صفر. فعشان كده في فترة من بعد قطع الخيط يتحرك فيها لأعلى بسرعة ابتدائية وصلت لها المجموعة عند قطع الخيط مباشرة، وتتناقص السرعة طبعا إلى أن تصل للسرعة صفر، فبيطلع بعجلة تقصيرية اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية السالبة، وبعد كده يبتدي ينزل في الاتجاه العكسي بتتزايد السرعة، فيصل عند نفس المكان اللي قطع فيه الخيط بنفس السرعة اللي هو طلع بيها، والزمن اللي استغرقه وهو طالع بعد قطع الخيط إلى أن يصل للسكون اللحظي هو نفس الزمن اللي استغرقه لحد ما يوصل للمكان دوت برضو اللي هو مكان قطع الخيط. فتعتبر دي برضو هنا السرعة بتاعت قطع الخيط هي السرعة الابتدائية من بعد ما يرتد الجسم ده ثم يهبط إلى الأرض. فبنقول هنا تتحرك الكتلة لأسفل بسرعة ابتدائية، هي عين هي نفس السرعة التي وصل بها عند قطع الخيط وتحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية. أما الكتلة 2 حركة لأعلى بسرعة ابتدائية، هي نفس السرعة لحظة قطع الخيط إلى أن تصل لسكون لحظي وتحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية، بس طبعا في اتجاه عكسي سالبة، ثم تسقط سقوطا حرا في اتجاه الجاذبية الأرضية. برضه هندرس حاجة تانية على البكرات، اللي هي طبعا نتيجة لأن الحبل مشدود على البكرة من الطرفين، فكده معناه إن في ضغط على البكرة، يبقى هنا في ضغط على البكرة نتيجة للشد اللي هو حوالين البكرة نفسها، ضغط على محور البكرة دوت لأسفل، هنا شين وهنا شين، فلما بضغط على محور البكرة إحنا بقى عايزين نجيب الضغط. الضغط على محور البكرة هو محصلة الشدين دول، هنا الشد ده والشد ده هما قوتين متوازيتين وفي نفس الاتجاه، فمعنى كده ان محصلتهم هي مجموعهم مباشرة، لان الزاوية بينهم صفر، فبنقول ان محصلتهم هي 2 ش. يبقى المحصلة هي الضغط، ولو الضغط والضغط على البكرة في حالة تدلي جسمين مرتبطان بخيط يمر على بكرة ملساء هو 2 ش، يبقى الضغط هنا بيساوي 2 ش او الضغط بيساوي 2 ش. برضه هندرس حاجة تانية اللي هي الشد في الخيط بين الكتلتين. يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي مثلا لو كملت الرسمة دي هتمر كده على بكرة، مش الحبل يعني هيمر على بكرة ملساء وهينزل الناحية التانية في جسم مثلا. هنا الحبل اللي نزل دوت كده وفي كاف واحد وفي كاف اتنين، كاف واحد ده بيتعرض لقوة، القوة بتاعته ايه هي؟ لأعلى في شين اللي هو الشد في الحبل، ولتحت خلي بالك الحبل اللي فوق شدد الجسم من فوق غير الحبل اللي رابط بين الجسمين، معنى كده في اختلاف في قوة الشد بين الحبلين، يبقى في فوق شد وفي تحت شد تاني خالص. عشان كده بنقول هنا ان اذا كان الشد لأعلى يبقى الشد لأسفل هيبقى بطريقة تانية اسمه شد الحبل اللي تحت ده،
هنسميه شين، شين شرطي، يبقى ده اسمه شين شرطي. طيب يبقى كده لما اتكلم هنا بقول لك فوق شين وتحت شين شرطة، واتجاه مثلا الحركة الأسفل هنا زي ما السهم كده كاتب، يبقى مين القوة اللي تحت بتأثر في الجسم ده؟ هو فقط أنا ببص على الجسم ده بس، لما أجي أبص على الجسم دوت هلاقي إن القوة اللي بتأثر فيه تحت هي مين؟ هي قوة الشد بتاع الحبل اللي تحت، وكمان قوة الوزن بتاع الوزن هو، وكمان قوة الشد الأعلى. بس القوتين دول هما القوتين اللي في اتجاه الحركة. يبقى لما أقول كاف واحد د زائد شين شرطة ناقص شين، كاف واحد د زائد شين شرطة لتحت والشين لفوق، يبقى كده كاف واحد د زائد شين شرطة ناقص شين لأعلى بيساوي كاف كاف جيم، يعني جيم شرطة، أو هي عجلة الحركة اللي بيتحرك بيها الجسمين. يبقى كاف واحد جيم شرطة بتساوي كاف واحد د زائد شين اللي هما لتحت ناقص شين اللي هي لأعلى. طيب يبقى احنا سمينا الشد في الحبل اللي تحت اللي بين الاثنين دول هو اسمه شين شرط. طيب نشوف كده، يبقى كاف 3 اللي هو اللي تحت ده اللي بيأثر فيه، لفوق اللي هو شين شرط، ولتحت اللي هو كاف 3 د، مفيش غيره. يبقى كده القول اللي تحت كاف 3 د، القول الأعلى هي شين شرط. يبقى لما أجي أعمل معادلته أقول كاف 3 د ناقص شين شرط بتساوي كاف 3 ج شرط اللي هي عجلة الحركة اللي بيتحرك بيها الجسمين. يعني لما اجي اعمل معادلات حركة اجسام مرتبطة مع بعض بخيط، انا ماليش علاقة في الجسم التاني خالص، بفصل كده تماما وابتدي اشوف مين اللي بيأثر في الجسم اللي اعلى ده. القوة المؤثرة فيه لوحدهم، لفوق الشد ولتحت الشد بين الاتنين بتاع الحبل اللي تحت ووزن ده، يبقى انه اتجاه الحركة كف واحد د وشين ناقص س شرطة ناقص القوة العكس اتجاه الحركة اللي هي شين بيساوي كف واحد في ج أو في عجلة الحركة. وبكده تعالوا بقى نشوف مع بعض بعض الأمثلة اللي هي هتوضح لنا إزاي هتكلم على البكرة البسيطة المدسة. نشوف المثال الأولاني، بيقول هنا علق جسمان كتلتهما كاف واحد وكاف اتنين، حيث كاف واحد أكبر من كاف اتنين، طرفي خيط في طرفي خيط يمر على بكرة ملساء وكان على ارتفاع واحد، يعني الاثنين كانوا متعلقين وعلى ارتفاع واحد من سطح الأرض، بس الكتلة واحد أكبر من الكتلة اتنين. الكلام ده عند بدء الحركة، معناها الحركة بدأ من سكون، وبعد ثانية واحدة كانت المسافة الرأسية بينهم 20 سم. أوجد كاف واحد إلى كاف اتنين. تعالوا نشوف كده، أرسم الأول الرسمة بتاعتي، رسم تخطيطي، لما نشوف كده الرسمة مع بعض وندرس الشكلين أو الحركتين بتاعت الجسمين. دول الجسمين اللي قدامي كاف واحد وكاف اتنين، الأعلى فيه الشد بتاع البكرة، الخيط اللي بيمر على البكرة، والأسفل كاف واحد د. التاني كاف اتنين، الأعلى برضو شين، والأسفل كاف اتنين د. اتجاه الحركة طبعا، لأن هو هنا قال لي إن كاف واحد أكبر من كاف اتنين، يبقى معناها إن الكتلة واحد اتجاه الحركة في اتجاهها لأسفل، وكتلة اتنين اتجاه الحركة بتاعها لأعلى. وقلنا هنا اتجاه الحركة شيء مهم جدا جدا لتحديد معادلتي الحركة للجسمين. فنعمل معادلة الحركة للجسمين، نشوف معادلة الحركة. عند بدء الحركة الجسمين في مستوى أفق واحد، بعد ثانية واحدة كانت المسافة بينهم 20، فنشوف كده المسافة اللي بينهم هتبقى 20. دي معناها إيه؟ معناها إن بعد كده إن الجسم ده والجسم ده بقت المسافة بينهم 20، يعني ده فوق هنا وده تحت، فالمسافة اللي بينهم 20 سنتي. طب هما كانوا في مستوى واحد، يبقى ده قطع قد ايه؟ 10، وده قطع قد ايه؟ 10. يبقى بمعنى ان كل جسم منهم قطع مسافة 10 سنتي. يبقى انا كده حددت المسافة المقطوعة لكل جسم على حدة. طب هو بادئ بسرعة كام؟ بسرعة 0. يبقى اذا ونازل بعد ثانية واحدة، الكلام ده من بدء الحركة. يبقى انا عندي زمن وعندي مسافة وعندي سرعة ابتدائية. يبقى في الحالة دي عندي قانون، القانون ده بيقول لي ان ف بيساوي على صفر نون زائد نص ج نون تربيع. اقدر اجيب منه يا اولاد كده، اقدر اجيب منه العجله، مش كده ولا ايه؟ يبقى هقدر هنا اقول له ف اللي هي المسافه المقطوعه بالنسبه للجسم الاول كاف واحد، نقدر نجيب يبقى ف بتساوي 10 زائد من صفر، صفر اللي هي مين؟ صفر، صفر دي عندي اللي هي السرعه الابتدائيه للمجموعه بتتحرك بسرعه صفر، اللي هي سرعة صفر. يبقى صفر بصفر. طب والزمن في البداية برضو صفر، نص في جيم معرفهاش في نون تربيع اللي هي بكام؟ ب1.
لأن هو قال لي هنا ثانية واحدة كانت المسافة الرئيسية 10، يبقى هو اداني هنا معلومات، اداني ف واداني ن، وأنا عندي عين صفر، يبقى أقدر أجيب ج من القانون اللي هو ف بتساوي عين صفر ن زائد أس ج تربيع. تمام، تعالوا بقى نشوف يبقى الج طلعت بكام؟ بعشرين سنتيمتر على الثانية تربيع. عايز بعد كده أجيب معادلات الحركة. معادلات الحركة للاتنين، يبقى الأولاني معادلة الحركة بتاعته هتبقى، لأن اتجاهه لتحت، فهتبقى معادلة الحركة بالنسبة له نشوفها كده مع بعض، كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد جيم، يبقى كاف واحد جيم بتساوي كاف واحد دال ناقص شين. تمام، نقدر بعد كده نشوف معادلة الحركة التانية، كاف اتنين جيم بتساوي شين ناقص كاف اتنين دال، ودي المعادلة بتاعة الجسم كاف اتنين. يبقى كده لو جمعتهم زي ما قلنا في الأول خالص، يبقى أنا هقدر أحصل على إيه؟ لو جمعت الاتنين دول هيتيجي الشد مع الشد، وهقدر أحصل على العجلة، العجلة موجودة طبعا، يبقى هجيب العلاقة ج موجودة وكاف واحد وكاف اتنين معرفهمش ودال معروفة، يبقى دي هتبقى علاقة بين كاف واحد وكاف اتنين، يبقى هنقدر نجيب النسبة اللي هو طالبها. يبقى دلوقتي بعد الجمع يبقى كاف واحد زائد كاف اتنين ج بيساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين في دال زي ما شوفنا في المقدمة. بعد كده هجيب الكافات، ج عندي ب 20، يبقى عوضت عن ج هنا ب 20 زي ما جبتها قبل كده، بتساوي الدال 980، لأن أنا شغال هنا بإيه؟ بالسنتي، يبقى لازم أقول 980 متر على سنتيمتر على الثانية تربيع، والعجلة طبعا 20 سنتيمتر على الثانية تربيع. كده أنا عايز العلاقة بين كاف واحد وكاف اتنين، يبقى هضرب هفتح الأقواس، وبعد كده هبتدي أجيب كاف واحد في طرف وكاف اتنين في طرف، وأجمع كاف واحد مع نفسها وكاف اتنين مع كاف اتنين، يبقى هتبقى عندي هنا 50 كاف واحد كاف اتنين بتساوي 48 كاف واحد. كده يبقى العلاقة بين كاف واحد إلى كاف اتنين أو كاف واحد على كاف اتنين هتساوي 50 على 48، بالاختصار هتبقى 25 على 24. يبقى أنا كده عرفت أن كاف واحد إلى كاف اتنين بتساوي 25 إلى 24. نهتم بمعادلات الحركة اللي قدامنا والمعطيات أو المعلومات اللي هو بيديها لي. لما بيقول لي بدأ الحركة من سكون يبقى عين صفر بصفر، وبعد ثانية يبقى دليل الزمن، بيقول لي المسافة الرأسية، هنا تعرضنا لكلمة المسافة الرأسية بينهم اللي هي ترجمتها على إن كل واحد فيهم نصها اتحركوا كل جسم لوحده، يبقى 10، الجسم الأول اتحرك 10 والجسم التاني اتحرك 10. تعالوا نشوف مثال آخر بيتكلم برضو عن جسمان كتلتهما 105 جرام و70 جرام مربوطان في طرفي خيط خفيف ثابت الطول. كلمة خفيف يعني ليس له وزن أو وزن غير معمول به. ثابت الطول يعني ما بيتمطش معاك وهو شغال، يعني ما بيتمطش، يعني هو تأثيره تأثير الكتل فقط دائما. يمر على بكرة ملساء ويتدليان رأسيا، فإذا بدأت المجموعة الحركة من السكون يبقى عين صفر بصفر، عندما كانت الكتلتان في مستوى أفق واحد يعني جنب بعض بالظبط، فأوجد مقدار عجلة حركة المجموع، يبقى عايز أول حاجة العجلة، وإذا اصطدم الجسم، طب خلينا نحاول نجيب العجلة. نشوف كده رسم المسألة، هو جسمين، واحد 105 والتاني 70، اتجاه الحركة طبعا في اتجاه 105 تحت. 105 ايه هو جايبه لي؟ 105 جرام، يبقى انا بقول 105 في د اللي هي 980، ودوت 70 في د اللي هي 70 في 980. عايز اطلع معادلات الحركة عندي، يبقى كده لو عرفنا اتجاهات الاتجاهات يعني اللي هم شغالين عليها هقدر اجيب معادلات الحركة. تمام، تعالوا نشوف معادلات الحركة بتاعت كل جسم. الجسم الأولاني اللي هو 105، بنقول 105 ج يعني كاف في ج، 105 ج بتساوي 105 في 980 يعني كاف في د ناقص ش اللي هو ش يعمل رأسيا لأعلى. في الحالة ديت هجيب المعادلة التانية اللي هي 70،
ما هو اتجاهه الأعلى ده، يبقى على طول فاهم إن الشد هو اللي الأعلى، يبقى ش ناقص كاف واحد كاف اتنين د، يبقى ش ناقص 70 في 980. لو جمعت المعادلتين زي ما احنا عارفين هتبقى 175 ج بتساوي 980، لأن طبعا هنا الشد راح مع الشد. الجيم أصبحت عندي ب 196 سنتيمتر على الثانية تربيع، وبكده أقدر أكون حصلت على الجيم. طيب خلاص، يبقى أول حاجة جبناها. بعد كده بيقول لي وإذا اصطدم الجسم الأول بالأرض، يعني الجسم دوت وهو نازل كده فكان في أرض هنا، اصطدم ده بالأرض، فإيه تلقائي اللي يحصل لو اصطدم الجسم بالأرض؟ تخلي بالك كده وتفكر شوية معايا. طبعا طول ما هو نازل الحبل ده مشدود، اللي هو فوقه مشدود بفعل وزن دوت، فكده طول ما هو نازل يبقى الحبل مشدود بين الكتلتين. لكن أول ما ده يصطدم بالأرض إيه اللي يحصل؟ جرب أنت كده وامسك حبل اربط فيه أي حاجة، وبعدين في مسافة أقل من طول الحبل كده، خلي المسافة أقل من طول الحبل بينك وبين الأرض، بين الجسم والأرض، وسيب الجسم كده وهو مربوط في إيدك بالحبل. هتلاقي الجسم وصل للأرض وبعدين خبط. طول ما هو نازل كان الحبل بيتشد، لكن أول ما خبط الحبل حصل له ارتخاء، فكده بنقول إن حصل ارتخاء للحبل. بعد كده هيرجع ممكن يتشد تاني، لأن ما عادش فيه شد، هيرجع يتشد تاني بفعل الجسم الآخر. فمعنى كده إن الجسم عشان يصل يصطدم الجسم الأول بالأرض بعد أن قطع مسافة كام؟ 50 متر. يعني هو قال لي إن قطع المسافة 50 متر، يعني إداني فيها في الحالة التانية. وأنا عندي عجلة كان ماشي بيها، يبقى طالما عندنا عجلة كان ماشي بيها يبقى أنا أقدر أجيب السرعة، مش كده ولا لأ؟ نقدر نجيب السرعة اللي هو ماشي بيها برضه، اللي هي أقدر أقول، بس خلي بالك هنا السرعة اللي هيصل بيها إلى سطح الأرض، يعني هيقطع مسافة بعدها 50، يعني يصل بيها للمسافة 50 أو يقطع في بعدها مسافة 50، هي عن طريق أنا عندي ج وعندي ف، الف هي ب 50 وعندي ج جبتها ب 196، يبقى وعندي عين صفر، عين صفر بصفر، يبقى عندي قانون مهم جدا اللي هو القانون بتاع عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طبعا هو نزل للأرض في مسافة أو زمن اسمه نون واحد. نجيب العين اللي هي سرعة وصوله للأرض، يبقى عين تربيع هتساوي صفر زائد 2 في ج اللي هي 196 في 50، نجيب العين فهتطلع 140 سنتيمتر على السنة. جبت السرعة، يبقى ممكن أحسب زمن وصوله للأرض. طب ليه أنا بحسب الكلام ده؟ فلأن هو طلب مني الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم الثاني من بدء الحركة حتى يسكن لحظيا. الجسم الثاني اللي هو ده، طب هو من بدء الحركة حتى يسكن لحظيا، طب دوت عشان أنا أقدر أجيب الزمن بتاع من بدء الحركة لحد الوصول للأرض، برضو ده استغرقه، طلع بيه فوق من بدء الحركة فوق، وبعدين اتقطع الخيط، أو مش اتقطع الخيط، يعني الجسم التاني خبط في الأرض فالشد انتهى، يصعد لحظيا ثم يسكن، يصعد يعني مؤقتا ثم يسكن لحظيا، ده طبعا بيصعد بالوصول الذاتي يعني، ثم يسكن لحظيا وبعد كده يرتد تاني لمكان قطع الخيط. طيب هو بيقول لك انا عايز الزمن الكلي اللي بيستغرقه الجسم الثاني من بدء الحركه حتى يسكن لحظيا، يعني ده هيخبط في الارض فدوت هيفضل طالع لحد ما يسكن لحظيا، فهيستخدم زمنين، زمن وصول ده لسطح الارض من بدء الحركه، وبعد كده الزمن اللي كمل بيه ده لوحده لحد ما يوصل يسكن لحظيا. فاحنا هنجيب الزمن الاولاني، يبقى انا كده عندي سرعه ابتدائية للمرحلة اللي هي بتاعت 140 ديت، هعتبرها سرعة ابتدائية للجسم الآخر، مش كده؟ اللي هو الجسم اللي هو التاني اللي هو جسم 70 ده. نحسب بس الأول الزمن بتاع الوصول للمسافة 50، يبقى أنا جبت السرعة، يبقى عين بتساوي عين صفر زائد ج ن، يبقى أقدر أعوض أقول 140 بتساوي صفر اللي هي عين صفر زائد 196 في ن، يبقى 140 بتساوي صفر زائد 196 في ن، يبقى إذا زمن الوصول بالجسم أو بالمجموعة قبل ما يوصل الجسم 105 إلى سطح الأرض هو 5/7 سنة. طيب لما يصطدم الجسم 105 بالأرض، الجسم 70 ده هيحصل له إيه؟ هينزل؟ لا، هيتحرك رأسيا لأعلى بعجلة الجاذبية برضه، خلاص ما عادش فيه شد، يعني تأثير الشد هنا انتهى،
ما عادش الحبل مشدود، فده هيتحرك لأعلى بتأثير عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي عكسية بالنسبة له. بس البداية لما ده لمس الأرض اللي هو 105 لمس الأرض، ده هيبتدي يتحرك بسرعة 140 سنتيمتر على الثانية، اللي هي السرعة اللي احنا وصلنا بيها لسطح الأرض، وبعدين يسكن لحظيا بعد زمن هنسميه مثلا نون 2. فكده هتعتبر 140 دي بالنسبة لحركة الجسم الآخر سرعة ابتدائية. تمام، يعني هو عند اصطدام الجسم 105 بسطح الأرض، فإن الجسم 70 يتحرك رأسيا لأعلى بعجلة الإيه؟ الجاذبية، مبتدأ بالسرعة 140، ثم يسكن لحظيا بعد مرور زمن نون 2. دلوقتي عايزين نستخدم القانون اللي هو هيجيب لنا الزمن الثاني بالنسبة للجسم الثاني، يبقى عين بتساوي عن صفر زائد د نون. طيب عين أنهي؟ بتاع انا بتكلم عن الجسم الثاني. لما يسكن لحظيا يبقى السرعة ساعتها بكام؟ بصفر، يبقى سرعته النهائية هتكون بصفر، يبقى ديت هتكون بصفر. طب السرعة الابتدائية؟ لا، دي اللي هتكون 140، والدال اللي هي 9.8. بس خلي بالك الجسم دوت دلوقتي صاعد، يعني ضد الجاذبية الأرضية، يعني عجلة الجاذبية ما هياش 980، لا هتبقى سالب 980. فهنقول صفر بيساوي 140 ناقص 980 نون، يبقى الزمن ساعتها بيساوي صفر ثانية. دلوقتي أنا لو عايز الزمن اللي استغرقه الجسم 70 من بداية الحركة لحد ما وصل للسكون اللحظي، فهو استخدام الزمنين مع بعض اللي هو الزمن الأصلي اللي هو زمن الوصول لسطح الأرض نون بتساوي 5/7، وكمان زمن حركة الجسم الثاني لوحده، لأن يعني الجسم الأولاني كان متوقف على الأرض لحد ما سكن لحظيا، يبقى 5/7 زائد 1/7، فالناتج هيكون 6/7 ثانية. وكده نبقى وصلنا للزمن اللي أخده الجسم الثاني من بدء الحركة إلى أن يصل للسكون اللحظي. تعال نشوف المثال الثالث. المثال الثالث مثال في منتهى الأهمية، يعني في شغل كتير، ونخلي بالنا من جزئيات الحركة هنا بالنسبة للأمثلة بتاعة الخيط والبكرة، يعني تفاصيل الحركة إذا قطع خيط أو لم يقطع، يعني اتجاه الحركة فين، مين الكتلة في اتجاه الحركة ومين اللي عكسها وهكذا. طيب تعالوا نشوف بيقول إيه. بيقول لي هنا جسمان، الجسمان دول مربوطان، جسمان كتلتهما 5 كيلو جرام و3 كيلو جرام، مربوطان في طرفي خيط خفيف يمر على بكرة ملساء، برضو نفس الرسم. بدأت المجموعة حركتها من السكون، يعني عن صفر بصفر، عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد كالمعادية وعلى ارتفاع. هنا بقى اداني ارتفاع من سطح الأرض 245 سنتي، وبعد ثانية واحدة اداني زمن اهو من بدء الحركة، اللي حصل قطع الخيط. أوجد عجلة الحركة وسرعة كل من الجسمين عند وصوله للأرض. المسألة كبيرة، يبقى هو عايز عجلة الحركة. أول حاجة عجلة الحركة، تعالوا نجيب عجلة الحركة الأول اللي كان ماشي بيها قبل قطع الخيط ونشوف. نرسم الرسمة والجسمين قدامي 5 و3. هنقول هنا أن حركة الجسم الأول لأسفل، يبقى تعالوا نجيب برضو بسرعة كده معادلات الحركة بتاعتنا. يبقى هنقول معدل حركة الجسم الأول يعني 5 في 9.8 ناقص ش بتساوي 5 في د، يبقى 5 في 9.8 ناقص ش بتساوي 5 ج، والتانية 3 ج بتساوي ش ناقص 3 في 9.8 على حسب اتجاهات القوة في اتجاه الحركة ناقص العكس اتجاه الحركة بتساوي ك في ج. نجمع المعادلتين نحصل على العجلة 8 ج 5 و 3 8، شينات راحت، يبقى كده أقدر أطرح 5 ناقص 2 ناقص 3 2 في 9.8. خلي بالك أنت شغال دلوقتي بنيوتن، فجيم هتساوي 2.45 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة اللي أنت جايبها اللي هو بيتكلم عليها 2.45 متر على الثانية تربيع. تعالوا بقى نشوف. أوجد عجلة الحركة وسرعة كل من الجسمين عند وصوله للأرض. لو احنا اتكلمنا عن الجسمين، الجسم اللي هو اللي نازل لتحت ده، فده مفهوش مشكلة، لأن لما بيتقطع الخيط طبعا بيتجه في نفس الاتجاه،
بسرعة بعجلة الجاذبية الأرضية وبيوصل لسطح الأرض. طب هو دلوقتي أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أشوف. هو بيقول لي بعد ثانية واحدة قطع الخيط، وخلي بالك المسافة بينه وبين الأرض اللي هي 2.45 متر، يعني ممكن هنا بدل ما نقول 245 يبقى نقول 2.45 متر، دي المسافة بين الجسمين وسطح الأرض ساعة ما بدأوا الحركة. طيب بعد ثانية أكيد أكيد الجسم خمسة المسافة قلت بينه وبين الأرض، والجسم ثلاثة المسافة زاد على حسب المسافة اللي اتحركتها المجموعة. طيب دلوقتي يبقى احنا عايزين نشوف بقى موضوع قطع الخيط وندرسه واحدة واحدة كده. يبقى عند قطع الخيط لازم أجيب حاجة مهمة جدا جدا، أول ما يقول لي قطع الخيط أروح جايب السرعة عند قطع الخيط. لازم أجيب السرعة قبل قطع الخيط مباشرة. إزاي أجيبها؟ ما أنا جبت العجلة وعندي الزمن، يبقى النون بتساوي واحد، وجبت العجلة موجودة، يبقى عندي قانون اللي هو عين بيساوي عين صفر زائد جيم نون، أقدر أجيب منه السرعة النهائية عند قطع الخيط بعد ثانية واحدة، لأن السرعة الابتدائية بصفر. يبقى نقول عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، نقدر نحسب السرعة ساعتها هتساوي 2.45 متر على الثانية، يعني الأرقام كلها شبه بعضها هتتلخبط أهو. السرعة النهائية طلعت 2.45 متر على الثانية. طيب كده أقدر أجيب إيه؟ أنا دلوقتي عندي سرعة نهائية عند قطع الخيط، وعندي زمن 1 ثانية، وعندي كمان عجلة، يبقى كده ممكن أقدر أجيب المسافة المقطوعة بعد ثانية، يعني أشوف الخمسة ده قطع مسافة قد إيه؟ عشان أشوف المسافة المتبقية قد إيه وأستخدمها في المعطى بتاعي. يبقى تعالوا نشوف، يبقى ف بتساوي عن صفر نون زائد نص ج نون تربيع، هنقدر نجيب المسافة المقطوعة فهتطلع معايا متر و225 من ألف، يبقى 1 و225 من ألف متر. يبقى دي المسافة المقطوعة عند لحظة قطع الخيط في ثانية واحدة، قدر الجسمين يقطعوا 1 و225 في المية. ده الجسم اللي هو مثلا بنتكلم على أي جسم فيهم اللي هو جسم خمسة. طيب هنا بقى يبقى الجسم خمسة قطعنا الخيط خلاص، ماشي. بعد ما قطعنا الخيط هندرس حركة الجسمين. الجسم خمسة هيتحرك رأسيا لأسفل زي ما قلنا، بعد قطع الخيط يبقى الجسم خمسة هيتحرك رأسيا لأسفل. السرعة الابتدائية بتاعته كام؟ اللي هي السرعة النهائية اللي وصلت لها المجموعة قبل قطع الخيط اللي هي 2.45. طيب والعجلة ساعتها هيمشي هو بعجلة الجاذبية في جزء بعد قطع الخيط، يبقى عندي حاجتين: السرعة الابتدائية 2.45 هي السرعة التي وصلت لها المجموعة قبل قطع الخيط مباشرة، ثم يتحرك حرا يعني تحت تأثير عجلة الجاذبية 9.8. طيب يبقى المسافة دلوقتي المتبقية اللي بينه وبين الأرض، هو كان أصلا أنا عارف إن هي 2.45 متر، يبقى لو عايز أحسب المسافة المتبقية هتبقى 2.45 ناقص المسافة المقطوعة اللي هي 1.225 من ألف، هتطلع 1.225 من ألف متر. يبقى كده عندي مسافة 1.225 من ألف، وكمان عندي إيه تاني؟ عندي عجلة اللي هي 9.8 اللي هي عجلة حرة، يبقى أقدر أحسب سرعته قبل يعني سرعة عند وصول للأرض ديت. يعني بتخيل بعض الطلاب إن الجسم لو وصل للأرض يبقى وقف، يعني سرعته صفر. لا، هو عشان يوصل للأرض قبل لمس الأرض مباشرة بزمن إحنا ما نعرفوش، زمن تقديري جدا بسيط جدا 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 متناهي في الصغر، بعدها مباشرة يبقى لمس الأرض أكيد وصل لسرعة عالية، فالسرعة دي إحنا عايزين نحسبها قبل لمس الأرض مباشرة. عشان كده بنقول عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف، لأني ما عنديش زمن هنا، أنا عندي مسافة وعندي عجلة جاذبية 9.8 وعندي سرعة ابتدائية اللي هي 2.45 اللي المجموعة وصلت لها عند قطع الخيط، يبقى أقدر أجيب السرعة النهائية للجسم رقم 5 اللي هو الجسم اللي كتلته 5 يعني. فتطلع سرعته النهائية 49 جذر 5 على 20 متر على الثانية. الجسم الثلاثة ما تخليهوش يعمل لك مشكلة. الجسم الثلاثة ده إيه اللي هيحصل له؟ الجسم ده اتحرك لفوق، اتحرك لأعلى متر 225 من الألف. طب ايه كده المسافه بينه وبين الارض زادت ولا قلت؟ لا تعتبر زادت، بس هي في الاتجاه العكسي، عشان كده هنرمز لها بالرمز اللي قدامي دوت. ف بتساوي 245 2 يعني 45 مية زائد متر 225 من الف، بس في الاتجاه السالب،
يبقى حركة لأعلى، يبقى هنقول هنا سالب 3675 من 1000. يبقى عندك برضو مسافة، روح واحسب السرعة النهائية اللي هيستغرقها من فوق لحد ما يصل لسطح الأرض، يبقى هتبقى، وهنا باستخدام طبعا عجلة الإيه؟ الجاذبية الأرضية، لأنه هيبقى حر برضو الحركة. يبقى عين تربيع هتساوي عين صفر تربيع اللي هي 2.45 تربيع زائد 2 في سالب 9.8 عجلة الجاذبية سالبة لأنه اتحرك لأعلى ثم لأسفل، بعد كده سالب 3.675 من 1000، هيطلع عندي عين بتساوي 49 جذر 3 جذر 13 على 20. فخلي بالنا هنا من اتجاهات المسافات اللي موجودة، هو يعني موضوع المسافة اللي كانت بينه وبين الأرض كانت مسافة اتجاهها عكسي، عشان كده قلناها بالسالب، بس هو عجلة الحركة بالسالب، فطلعنا هنا السرعة عند وصوله لسطح الأرض مباشرة. تعالوا نشوف بعض الأمثلة اللي هي برضو هتبقى هنا بالنسبة لنا مفيدة جدا في إن إحنا أحدد بالظبط، يعني حاجات مختلفة جدا، وهنا مثال مختلف شوية، حاجات مختلفة بالنسبة للحركة بتاعت جسمين متعلقين في بكرة ملساء ويمر بخيط ويمر على البكرة الملساء. هنا هنشوف بقى، بيقول خيط خفيف يمر على بكرة ملساء رأسية علق في أحد طرفي جسم كتلته 40 جرام، وفي الطرف الآخر جسمان. هنا في الطرف الثاني في كم جسم؟ جسمين كتلة كل منهم 30 جرام. تركت المجموعة لتتحرك من سكون، يعني عين صفر برضو بصفر، وبعد ثانية واحدة يبقى الزمان 1 ثانية من بدء الحركة، انفصلت إحدى الكتلتين الصغيرتين عن المجموعة. يبقى ده يختلف عن المثال السابق، في ان احنا في المثال السابق احنا قطعنا الخيط، في اللي قبله وصل الجسم لسطح الارض، هنا كان في جسمين في ناحية وفي جسم في ناحية اخرى، وبعد كده اتشال بعد ثانية واحدة جسم من الجسمين اللي هما مع بعض. بيقول لك عايز المسافة التي تصعدها الكتلة 40 جرام من بدء الحركة حتى تصل للسكون. تعالوا نرسم المسألة ونشوف المسألة زي ما قدامنا مرسومة. هنا بيقول لي الشد اللي هو الجسم الأولاني كتلته 40، ده طبعا ده هو كتلته 40 وده 980، وجسمين التانيين ده 30 وده 30، يعني مجموعهم مع بعض الاتنين 60. اتجاه الحركة في اتجاه 30. تخيل لو احنا بعد ثانية فعلا شلنا جسم من الجسمين دول، ايه اللي يحصل للمجموعة؟ أعتقد إنها مفهومة، هتبقى هنا الكتلة اللي موجودة 30 وهنا الناحية التانية 40، فبالتالي هتبتدي الكتلة 40 دي تقاوم تقاوم تقاوم، وبعد كده تقاوم، بس خلي بالك اتجاه الحركة بتاعها كان كده، فهتبتدي تقاوم لحد ما تصل للسكون اللحظي اللي هي السرعة صفر، وبعد ما تصل للسرعة صفر تبتدي تاخد دي وتنزل بقى، يعني دي أخرى هتطلع تاني بعد ما دي تصل للسكون اللحظي وتبتدي تاخدها لتحت. طيب انفصلت إحدى الكتلتين بعد ثانية واحدة من بدء الحركة، عايز المسافة التي تصعدها الكتلة 40 من بدء الحركة إلى أن تصل لسكون اللحظة. يبقى إحنا هنا فهمنا إن الحركة دلوقتي شغالة لأعلى، وبعد ما أشيل واحدة برضه لسه ال 40 شغالة لأعلى لحد ما تصل للسكون اللحظة. طيب يبقى دلوقتي أنا عندي هنا معادلات حركة مبدئيا للجسمين. معدلات الحركة للجسمين 60 جيم، شوفهم كده مع بعض، تساوي 60 في 980 ناقص شين، دي اللي هي الجسمين اللي مع بعض، وبعد كده 40 جيم هتساوي شين ناقص اللي هي شين ناقص 40 في 900 على حسب اتجاه الحركة زي ما احنا اتفقنا، اللي هي اتجاه القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة بتساوي كاف في جيم. طيب نشوف بقى كده مع بعض، نجمع نعمل زي ما بنعمل كل بره، نقدر نختصر يعني، نقدر نختصر ونجمع المعادلات ونطلع قيمة العجلة جيم. بس بعد ما نطلع العجلة جيم هناخد لحظة انفصال الكتلة الصغرى.
لحظة الانفصال القطر الصغرى ونشوف هنوصل لإيه معاها. طبعا لما تنفصل الكتلة الصغيرة دي اللي هي دي، هيبتدي برضو ده يتحرك لأسفل بحركة تلقائية، لأنه هو أصلا اتجاه حركته الأسفل. بعد كده هيصل إلى السكون اللحظي وبيبتدي يرتد لأعلى من ده. احنا بقى مش عايزين يرتد لأعلى، احنا عايزين يوصل للسكون اللحظي. طيب يبقى بنقول هنا القانون اللي عندي لحظة انفصال الكتلة الصغرى دي بالسرعة لحظة الانفصال. ما احنا قلنا السرعة لحظة قطع الخيط، لحظة الانفصال، لحظة تغيير الحركة، نجيب السرعة ساعتها. فنقول عين صفر في البداية خالص كانت بصفر، جيم 196 زي ما جبناها، والنون بثانية واحدة. نقدر نجيب السرعة ساعتها، ساعة الانفصال بالظبط، يبقى السرعة عرفناها. طب ما تيجي نجيب كمان المسافة اللي اتحركتها المجموعة قبل الانفصال مباشرة. المسافة اللي اتحركتها معانا هتبقى ف بتساوي عين صفر نون زائد نص دي نون تربيع، وانا جايب فعلا اللي هي العين، هقدر اجيب الف يبقى هتساوي نص في صفر يعني زائد نص في 196 في 1 في 98 اللي هي الواحد ده هو الثانية. يبقى كده طلعت المسافة اللي هي كانت حركة المجموعة قبل انفصال الكتلة الصغرى. طيب بعد انفصال الكتلة الصغرى هتتغير هنا معادلات الحركة. ليه؟ لأن خلاص الجديد بالنسبة لي هيبقى شكل تاني خالص، هيبقى معادلات تانية خالص أو رسمة تانية خالص. بعد انفصال الكتلة الصغرى معادلات الحركة هتتغير. نشوف مع بعض كده اللي هو الشكل بعد الانفصال. هتبقى شين واحد لأعلى برضو، ولسه شين اتنين اللي هي بقى هتبقى اللي هو المسافة أو الكتلة اللي هي التانية لأسفل زي ما هي زي ما قلنا لحد ما بيحصل السكون اللحظي. يبقى كده المعادلات واضحة طبعا. هنقول بس هنا طبعا ده 40، ده اتحرك لأعلى، يبقى شين ناقص 40 في 980، ودوت 30 في 980 ناقص شين. شوف المعادلات ونسمي كده العجلة مختلفة طبعا لأنها هتبقى عجلة تقصيرية. فكده هقدر أقول 40 في جيم شرطة بتساوي شين ناقص 40 في 980 اللي هي معادلة حركة الجسم 40. معادلة حركة الجسم 30، يبقى هي الأسفل 30 جيم شرطة بتساوي 30 في 980 ناقص شين اللي هي الحاجة العكسية. جمعنا هنشيل شين شرطة وهنطلع عجلة الحركة بعد انفصال الكتلة الصغرى، فلازم تطلع عجلة سالبة زي ما احنا شايفين. يبقى جيم بتساوي سالب 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. يعني المجموعة هتتحرك في نفس اتجاه حركتها السابقة بس بعجلة تقصيرية إلى أن تصل لسكون لحظي بعد أن تقطع مسافة فيه 2. يبقى أنا عايز أحسب المسافة فيه 2 ديت عشان أشوفها، عايز عشان أضمها للمسافة اللي هي 98، فأعرف كده المسافة اللي اتحركتها الكتلة 40 من ساعة بداية الحركة لحد ما سكنت لحظيا. طيب يعني قبل ما تغير اتجاه حركتها. طيب السرعة اللي احنا وصلنا لها قبل الانفصال تعتبر سرعة ابتدائية للمسافة الجديدة. يبقى هقدر اجيب دلوقتي السرعة اللي هي عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف من عند المسافة. يبقى هنقدر نجيبها بتساوي 196 اللي هي السرعة الابتدائية اللي عندك بقى، اللي هي كام السرعة الابتدائية اللي هي 196 مش كده؟ جبناها زائد 196 تربيع ناقص 2 في 140 في ف 2 اللي هي العجلة السالبة في المسافة الثانية. السرعة 196 دي سرعة ابتدائية اللي هي نهائية للمرحلة الأولى. طيب بعد كده اللي جبناها قبل كده اللي هي في الناحية ديت أو الجزء دوت اهي 196، هبتدي بيها سرعة ابتدائية للمرحلة الثانية، والعجلة الثانية اللي هي سالب 140. يبقى كده أحصل على ف 2، ف 2 هتطلع 137.2 من عشرة. يبقى كده أقدر أقول أن الكتلة 40 سكنت لحظيا بعد أن قطعت مسافة هي مجموع المسافتين اللي هي ف بتساوي ف 1 زائد ف 2 نجمع 137.2 من عشرة زائد 98، هتطلع معانا 235.2 من عشرة. تعال نشوف بقى بعض الأسئلة اللي هي التمارين السريعة اللي هي على نشوف مطلوب إيه فيها. جسمان كتلة كل منهما 3 كيلو جرام مربوطان في طرف خيط خفيف غير مرن على بكرة صغيرة ملسعة.
إذا كسبت المجموعة سرعة قدرها 2 متر على الثانية، يبقى أنا عندي عين بتساوي 2 متر على الثانية، أكسبت يعني مجموعة سرعة قدرها 2 متر على الثانية. يبقى عجلة الحركة دي بتساوي كام؟ الجسمين كتلة كل منهما 3 مربوطان في طرفي خيط خفيف غير مرن. إذا الكتلتين متساويتين يبقى هنا عجلة الحركة ج، لو أنت حبيت تشوف هي أكسبت سرعة قدرها 2 متر على الثانية والكتلتين قد بعض، يبقى هتبقى ماشية بنفس السرعة مش هتتغير، لأن الكتلتين متساويتين واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. لو الكتل متساوية وهي أكسبت سرعة 2 فهتفضل ماشية بسرعة منتظمة 2، مش هتتغير لا هتزيد ولا هتقل، وده نتيجة لتساوي الكتلتين. يبقى عجلة الحركة هنا بتساوي صفر، يعني سرعة منتظمة. الشد في الخيط ش هيساوي كف د طبعا، لأن هنا اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني دايما الاثنين الكتلتين بيساوي بعض، يبقى مفيش أي حركة هتحصل، ده إذا لم تكسب سرعة. لكن هنا طالما كده يبقى الشد اللي فوق بيساوي الشد اللي تحت، وده نتيجته برضو إن الجيم بتساوي صفر. يبقى هنا الشين بيساوي كاف في د صفر كيلو جرام. المسافة التي قطعتها إحدى الكتلتين خلال ثانية واحدة من بدء الحركة بتساوي كم متر؟ المسافة بعد ثانية واحدة، فتبقى هنا تخضع لقانون المسافة بتساوي إيه، اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. يبقى المسافة بتساوي السرعة في الزمن، يعني تساوي 2 متر، لأن يعني هو كل ثانية هيمشي 2 متر، يبقى هما 2 متر. يبقى كده نلاحظ بس أن الجسمين لهما نفس الكتلة، يبقى إذا عجلة الحركة بتساوي صفر، لأن هي حركة بتبقى سرعة منتظمة. تعال نشوف مثال تاني. شكل المقابل إذا تحركت المجموعة من السكون، يبقى عين صفر هنا بصفر. هو طالب عجلة المجموعة وطالب سرعة المجموعة بعد 2 ثانية من بدء الحركة وهكذا. طيب هو هنا بيقول لي في عندي كاف واتنين كاف، يبقى المجموعة هتتحرك أكيد في الاتجاه دوت. يبقى هنا هنقول عندك 3 كاف في د وفوق ش، وهنا هتبقى كاف في د وفوق ش. لو جبنا معادلات الحركة بتاعتنا فهتبقى لتحت، هتبقى يعني كاف 3 ك في ج بتساوي 3 ك في د ناقص ش. المعادلة التانية هتبقى ك ش، يعني ك ج هتساوي ش ناقص ك في د. لو عملنا كده طرحنا أو جمعنا يعني، هتلاقي ش راحت مع ش، وهنا عندي بقى 4 ك ج بتساوي 3 ك د، يبقى 3 ك د ناقص ك د يبقى 2 ك د. راحت ك مع ك، وهنا 2 مع الأربعة فيها الاتنين، يبقى 2 ج بتساوي د، يبقى ج هتساوي احنا شغالين بالمتر على الثانية، يعني 9.8 على 2، يعني هتساوي 4.9 متر على الثانية تربيع. يعني أول واحدة هتبقى 4.9 متر على الثانية. طيب طالب سرعة المجموعة بعد 2 ثانية، عايز تعايز سرعة، وانت عندك عين صفر بتساوي صفر لأنه بدأ من سكون، وجيم بتساوي 4.9 متر على الثانية تربيع، وانت عايز ايه السرعة بعد 2 ثانية، يبقى الزمن هنا نون بتساوي 2 ثانية. يبقى كده عندك قانون عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، يعني هتساوي عين صفر اللي هي بصفر زائد 4.9 في نون باتنين، فتطلع 9.8 متر على الثانية. يبقى دي 9.8. إذا انفصلت الكتلة 2 كاف عن المجموعة بعد 2 ثانية، الكتلة دي هتنفصل عن المجموعة بعد 2 ثانية، يعني بعد ما وصلت سرعة 9.8. تتحرك بعد ذلك بعجلة إيه؟ خدنا بالنا ولا لأ؟ إذا انفصلت الكتلة وفضل كتلتين متساويتين، يبقى هي هتتحرك بعجلة دلوقتي اللي هي هتبقى بتتحرك بسرعة منتظمة، يعني لا تتزايد السرعة ولا تتناقص. بمعنى كده أن العجلة ساعتها هتساوي صفر، لأن الكلمتين أو الكتلتين بيساووا بعض، يبقى هنا السرعة منتظمة، يبقى تخضع لقانون نيوتن الأول، يبقى بعد كده هتتحرك بعجلة صفر.
المسافة التي قطعتها الكتلة كاف في 5 ثواني من بداية الحركة. المسافة التي قطعتها كاف في 5 ثواني من بداية الحركة، اللي هو الكتلة كاف دي لوحدها بعد 5 ثواني من بداية الحركة. طب يبقى نحسب بقى المسافة اللي قطعتها في الأول خالص. احنا في الأول خالص هي بدأت بسرعة 0 ومنتهية بسرعة 9.8 بعد ثانيتين. يبقى بعد كده هنقول المسافة الأولانية، يعني نقدر نجيبها من القانون اللي هو ف بتساوي عن صفر نون زائد نص ج نون تربيع عادي، يبقى ف بتساوي عن صفر بصفر في 2 اللي هي نون ملهاش لازمة زائد نص في ج اللي هي 4.9 في نون تربيع اللي هي في 4. فلما نحسب ديت هتبقى برضو 2 في 9.8، يعني برضو نفس الكلام 2 في 4.9 يعني هتبقى 9.8 متر. مش مش بعد كده هو مشي 5 متر لوحده، او مشي لوحده 5 ثواني بعد 5 ثواني، ومشي 3 ثواني كمان. لما مشي 3 ثواني كمان يبقى الزمن عندي 3 ثانية. بس الكلام ده بعد ما اتشالت الكتلة 2، مشي 3 ثانية وبسرعة نفسها هي هي 9.8 بيوصل لها في الآخر 9.8، يبقى المسافة بتساوي سرعة في الزمن، يعني عين هي 9.8 في 5 في 3، سوري في 3، يبقى 9.8 في 3 هتساوي 29.4. لو جمعناها على لو جمعناها على 9.8 يبقى زائد 9.8 هتساوي 39.2 متر. طيب نشوف كده المثال اللي بعده، التمرين يعني اللي بعده. هنا جايبين كافة ميزان، كتلتان مقدار كل منهما 4 أو 420 جرام، إحداهما موضوعة على كافة ميزان كتلتها 140 جرام، وتحركت المجموعة من السكون، يعني عين صفر برضه عندي بتساوي صفر. عايز عجلة الحركة. طيب تقول هنا في عندي 420 في 980، وديت هتبقى 420 برضه في 980. كافة الميزان هنا وهنا 140 زائد، عشان في هنا كافة ميزان وإلا كانت الكتلتين قد بعض. فنقول معادلات الحركة عندنا، لو قلنا معادلة حركة الجسم الأولاني هتبقى 140 زائد 420 في 980 ناقص ش بتساوي أدي 560، يعني 560 ج. ناخد التانية هتبقى الأعلى، يعني ش ناقص اللي هي المعادلات دي ناقص 420 في 980 هتساوي 420 جنيه. نجمع هنشطب الشد، ودي هتبقى 560 ناقص 420 هتبقى 0.41 في 980 هتساوي مجموع دول، عشان احنا بنجمع يبقى 0.89 جي. يبقى العجلة هتساوي 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى عجلة الحركة 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. عايز الشد في الخيط، الشد في الخيط هنا يبقى نرجع نعوض بجيم في أي معادلة من المعادلتين نجيب الشد في الخيط. فنعوض مثلا في المعادلة التانية يبقى الشين هتساوي 420، لا 420 هي العجلة، في 140 ناقص أو زائد هنا 420 في 980. خلي بالك هو عايزها بالسكر جرام، احنا دلوقتي شغالين بالايه؟ بالداين. يبقى الكلام ده هيساوي 420 هنقسم في الاخر على 980، يعني هتطلع 420 في 140 زائد 420 في 980، كل ده على 980.
وثمانين هيساوي 480. يعني الكلام ده هنقول ده هو بيساوي، طبعا هيطلع بالنيوتن بس احنا حسبنا على طول عشان الوقت، يبقى 480 ثقل، ثقل جرام. الضغط على محور البكرة يبقى مجموع، يبقى الضغط ده بيساوي ايه زي ما احنا قلنا، بيساوي 2 ش، يبقى نقول ضاد هتساوي 2 في 480 فهتساوي 960 ثقل جرام. طب الضغط على كفة الميزان، الضغط على كفة الميزان يبقى ده بالظبط زي معادلات الحركة بتاعة المصاعد. لما تيجي تجيب الضغط على كفة الميزان يبقى انت هتقول هنا الوزن المستخدم 420 لأسفل، يبقى هتبقى ليه معادلة، هنقول 420 في 980 ناقص لأعلى اللي هو ضاد بيساوي ك في ج اللي هي 420 في ج اللي هي 140. يبقى كده أقدر أحسب الضغط على كفة الميزان بتساوي 420 في 980 ناقص 420 في 140. هنحسبها 420 في 980 ناقص 420 في 140 يساوي، ونقسم في الآخر على 980 عشان نطلعه في السكر جرام زي ما هو عايز. يبقى ضاد بالسكر جرام ضاد على كافة الميزان هتساوي 360 سكر جرام. وكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية الحصة، وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم في ديناميكا برضو مع البكرات بس على شكل آخر غير البكرات البسيطة. وتحياتي وتحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.